الدوله دي. عايز اثبت لك ان اجنحه الاهلي مش هتكون بالسوق ده الموسم الجاي. ما هي لو بقت بالسوق ده الموسم الجاي فاحنا هنا عندنا مشكله. بيرسي تاو اللي مش عاجبنا, يعني بيرسي تاو اللي مش عاجبنا مسجل 7 اهداف, يعني تخيل بيرسي تاو اللي مش عاجبنا واللي احنا عايزين نمشيه هو اكتر جناح مسجل في الفرقه, ده بجد مش هزار. يعني بيرسي تاو على الورق وكارقام اكبر جناح مسجل في الفرقه, الراجل جايب 7 اهداف, يعني صباح الفل. وطبعا مش هروح لكابتن احمد عبد القادر او طار محمد طار لاننا هنتعب. عبد القادر في 16 ماتش جايب جون واحد, يعني عبد القادر في 16 ماتش جايب جون واحد وعامل 2 اسيست. فانت بتتكلم على ارقام كارثيه للاجنحه بتاعتك, انت بتتكلم على ارقام رايحه في دايه بالنسبه للاجنحه. فالسنه الجايه وسام حتى لو الامور كانت سيئه بالنسبه له ما اعتقدش ان الاجنحه بتاع الاهلي السنه الجايه الوضع هيكون واقع قوي كده. فقصه وسام وخوفك ورعبك ان وسام يكون بياخد من الرصيد السنه الجايه, لا يا عم بقول لك ايه, استمتع دلوقتي. احنا قعدنا كتير قوي بنتفرج على عتا, قعدنا كتير قوي بنتفرج على مهاجمين نص لبه, قعدنا كتير قوي بنتفرج على مهاجمين بيعقوا, قعدنا كتير قوي بنتفرج على مهاجمين الاجنحه مش عايزه تبص لها عشان خايفه لا تضيع الكوره. دلوقتي الناس بدات تحس اللي هو الله اللعيبه واثقه في وسام, وده اللي احنا كنا بنقوله ايام مودس. كنا بنقول يا اخوانا لعيبه الاهلي ما عندهاش ثقه في مودس علشان عارفه ان هو لما ياخد الكوره مش هيقدر ان هو يعمل بيها حاجه, لان الفيرود ده دوره ان هو بيترجم شغل الفرقه, دور الفيرود ان هو بيترجم الهجمه اللي تعب فيها الفريق كله. فلما تكون عندك فيرود اللعيبه مش واثقه فيه دي بتخلق مشكله ودي بتعمل لك ازمه. النهارده وسام في ال 18 الله اكبر عليه, الراجل كينج في ال 18. الهدف الاول لفه ما شفناهاش من ايام متعب, لفه الوسط دي فاكر انت لفه الوسط دي اللي هو الفرادة اللي كانوا بيلفوا وسطهم في نص سنتي دي, اللي هو الله الراجل ده فيرود صندوق, اللي هو الحاجات بتاعت هاري كين دي, الحاجات اللي هي بتتفرج عليها الفراودة التسعة, اللي هو الفراودة التسعة بجد. انت بتتفرج على فيرود تسعة راجل بيلف في نص سنتي مش نص متر يا باشا, راجل بيلف على طول كده ويجي حاطط لاعب بيستلم وظهره المرمى, لاعب عارف كويس قوي ان محمود الصعود هيطلع.